اخواتي حبايبي طلبة تلتة ثانوي في كل مكان في الجمهورية، اهلا بيكم يا مساء الخيرات. جايب لكم النهاردة صفقتين بعدهم اوعاك تشيل هم الانجليزي، ومشاكلك في ورقة الامتحان او التعامل مع اسئلتها الرخمة خلاص انساها، دي حاجات خلاص هتكون من الماضي. مهما كنت طالب عام او حتى ازهر، ومهما كان مستواك، ان شاء الله بوعدك من كل قلبي ان الفيديو ده هيكون فيه الانقاذ ليك ومستقبلك في مادة الانجليزي في تالتة ثانوي. الصفقة الاولى كورس الزيتونة. كورس الزيتونة ده يا شباب هو عبارة عن من الاخر كده زيتونة ورقة الامتحان، يعني جايب لك من الاخر كل الاسئلة بتاعت ورقة الامتحان، 60% من درجة الامتحان النهائي جايبها لك في كورس الزيتونة. هو عبارة عن كورس سكيلز شامل، هدربك فيه على كل اسئلة السكيلز الخاصة بورقة الامتحان اللي ملهاش علاقة بايه؟ بالمنهج. هندربك على سؤال القطعة، سؤال الاسي، سؤال الترانسليشن، 250 كلمة من الكلمات هتكون حاصلة بالنسبة لك عشان تعرف تترجم كويس. طلبة الازهر ما تقلقوش، هنزود لكم سؤالين، سؤال الديالوج بتاع المحادثة وسؤال الترانسليشن المقالي. كورس الزيتونة كورس خفيف جدا هينجزك وانت كمان هتنجزه بسرعة. الصفقة الثانية كورس الأسطورة. كورس الأسطورة يا شباب هو عبارة عن كورس هيكون 2 في 1، يعني هيكون مناسب أكتر لأي طالب محتاج شرح أو إعادة المنهج من البداية للنهاية. المنهج كله بتاع السنة على فكرة، كلمات الجرامر والقصة بالأسئلة بتاعتهم بالتدريب. هنضيف بقى على الكورس بتاع الأسطورة جواه، مش هنطلق 2 في 1، هيكون معاه المنهج بالكامل بتاع السنة، وهندخل كمان الكورس بتاع الزيتونة جوه الكورس بتاع الأسطورة، وبكده هيبقى معاك منهجك وسكيلزك ورقة الامتحان بتاعتك في جيبك، مش هتحتاج أي حاجة تاني غير بقى المراجعات النهائية والحل بتاع الامتحانات الشاملة. صفقة قوية جدا اوعاك تضيعها من ايدك. السعر على فكرة مفاجأة مش هحرقها في الفيديو، هسيبك عشان تنبسط لما تعرف ان السعر بتاع الكورس بتاع الزيتونة او الكورس بتاع الأسطورة حاجة كده يعني هتكون مرضية جدا بالنسبة لكم. مع مستر محمد جلاد اوعاك تشيل هم مادة الانجليزي. بحبكم جدا في الله، ان شاء الله معاكم وفي ظهركم لاخر لحظة. باي باي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.